ميناء موقع بالقرب من مكة المكرمة، يؤدي فيه الحجاج بقية مناسك الحج بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وله حدود شرعية. وميناء هو واد تحيط به الجبال في شرق مكة على الطريق بين مكة وجبل عرفة، تبعد عن المسجد الحرام نحو 6 كيلومترات، تحدها من الشمال الغربي جمرة العقبة ومن الجنوب الشرقي وادي محسر، مما يلي مزدلفة، ومن الشمال جبل القويس، ومن الجنوب جبل ثبير. تم تطويرها بخيام متكاملة الخدمات من قبل حكام الدولة، وتعتبر أكبر مدينة خيام في العالم. فيها يقيم الحجاج ابتداء من 8 من ذي الحجة، ومنها ينطلقون إلى عرفة صبيحة اليوم التالي، ثم يعودون إليها صبيحة يوم عيد الأضحى 10 من ذي الحجة، ويقيمون حتى نهاية أيام التشريق. من أبرز شعائر الحج في ميناء رمي الجمرات، حيث أقامت حكومة خادم الحرمين الشريفين هنا معلماً هو الأكبر في تاريخ هذه المنطقة لتيسير رمي الجمرات على ضيوف الرحمن، بعدما كان يجري ذلك في السابق بعسر ومشقة. ويتكون جسر الجمرات من 4 طوابق على سطح الأرض وطابق تحت سطح الأرض للخدمات، ويعتبر هذا الصرح العظيم من أعرض المباني في العالم، إذ يبلغ طوله 950 مترا وعرضه 80 مترا، وهو يضم جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الكبرى. وتروي قصص الأنبياء أن سيدنا إبراهيم لما أراد ذبح إسماعيل تنفيذا لأمر الله، ظهر له إبليس 3 مرات عند موضع الجمرات 3 اليوم ليوسوس له بالمعصية، فرماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند هذه المواضع بالحصى إهانة له، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمروا بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك رمز لمشروعية مخالفة الشيطان وإهانته، وليس معنى الرجم أن الشيطان يسكن هناك. بذلك كان سيدنا إبراهيم أول من رمى الجمار هنا. في ميناء هناك شاهد تاريخي على واقعة الذبيح يعرف باسم مجر الكبش أو مجرى الكبش، وهو الموقع الذي شهد افتداء سيدنا إسماعيل عليه السلام بكبش الفداء. وهذا الموقع كان على الجبل إلى يسار الذاهب إلى عرفات بجوار العقبة الكبرى. مسجد الخيف واحد من أبرز المساجد التاريخية في المشاعر المقدسة، وأكبر مسجد في ميناء، وثاني أكبر المساجد في المشاعر بعد مسجد نمر. وقد بني في موضع الخيمة التي أقيمت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وصلى فيها الصلوات المكتوبة من ظهر يوم التروية إلى فجر يوم عرفة. سمي هذا المسجد باسم الخيف نسبة إلى المنحدر الذي يقع في خيف بني كنانة في سفح جبل من الجنوبي قرب الجمرة الصغرى على يمين القادم من مكة وعلى يسار القادم من عرفات. مسجد الخيف يعد معلما بارزا في مشعر ميناء، وواحدا من أقدم المساجد في الإسلام، تصلي فيه أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج، كما يتوافد عليه كثير من الزوار في بقية أيام السنة ممن يتتبعون المواضع التي لها أثر كبير في نفوس المسلمين. ومن المساجد المرتبطة بالسيرة النبوية هناك مسجد البيعة، ويعتبر من أقدم الآثار الإسلامية حيث يعود إلى أكثر من 1200 سنة. يقع مسجد البيعة على بعد نحو 0.5 كيلومتر من جمرة العقبة الكبرى على يمين النازل من ميناء إلى مكة المكرمة، يشاهده الحجاج العابرون لمنطقة الجمرات، ويطل على ميناء من الناحية الشمالية. وفي هذا الموقع تمت بيعة العقبة الأولى سنة 12 من النبوة،
حيث بايع 12 شخصا من أعيان قبيلتي الأوس والخزرج من المدينة، وقد ذكر في السيرة نص لبيعة العقبة الأولى، كما أن بيعة العقبة الثانية كانت أيضا في هذا الموضع أثناء موسم حج سنة 13 من النبوة. حضر هذه البيعة 73 رجلا وامرأتان من أهل المدينة المنورة، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتفظ مسجد البيعة ببنائه التاريخي المكون من الحجر والآجر مع استخدام الجص في كسوة الجدران من الخارج والداخل، ويتكون في عمارته الباقية من رواق قبلة لا سقف له وصحن مكشوف في آخره، في نهايته مصطبة ترتفع عن الأرض بمقدار متر واحد. أما الأبواب فلم يبق منها إلا باب واحد في الطرف الغربي من الجدار الشمالي، وهناك محراب مجوف معقود بعقد مدبب، ويلاحظ ارتفاع جدار رواق القبلة عن باقي الجدران حيث يبلغ ارتفاعه 7 أمتار وليس له مآذن أو نوافذ.